مساء الخير. النهارده بيشرفنا ضيفنا الكريم المحاور الكبير الاستاذ مفيد فوزي. اهلا بجنابك وبضيفك الكريم المحاور العظيم مفيد فوزي، احنا بنحبه قوي. اتفضل يا فندم. حضرتك شايف انه اللي تم من المستشار هشام جنينة، هل هو كذب ام يعني تضليل ام محاولة لضرب مصر في مقتل؟ اولا يعني الثلاثة دول احترامي الكامل لكل هذه التوصيفات يعني مش موجودين يعني، لكن انا هقول يعني لا يمكن ان يكون مستشارا في مكانة وخبرة هشام جنينة يستطيع ان يقول هذه الكلمات الا ان يكون عنده حقائق لهذا. طيب، في لجنة اتعملت وقالت ان هذا الكلام عاري من الحقيقة. عايزين بقى نمسك ما قالته اللجنة في تقريرها ومستنداتها وما قاله هشام جنينة في تقريره ومستنداته، ويحصل مقارنة بين الاثنين، واذا كان كلام المستشار هشام جنينة خاطئ فيحاسب عليه كأحد، وحقول كلمة مدققة جدا، كأحد الوسائل لزعزعة الأمن القومي المصري من الداخل. لأن إننا أتحدث في جريمة كبيرة بهذا الحجم، أولا 600 مليار نص حجم الدين الداخلي المصري، الدين المصري الداخلي تعدى تريليون ووصل لحوالي تريليون واثنين من عشرة، يعني ده نص الدين الداخلي. عشان ما نقولش 600 مليار جنيه ده رقم يعني، لا ده نص الدين الداخلي. فالحساب على هذا الكلام يتم في دقة مراجعة البيانات 100% عشان يقول هذا الرقم، هو عنده أرقام وعنده مبررات، و100% عشان لجنة تقول هذا الرقم غير صحيح عندها مبررات. كل ده لازم يراجع، الاثنين لازم يراجعوا، لان هناك شعب يريد ان يعرف الحقيقة. كل الكلمات التي تطلى في عناوين براقة ومذهلة وواجعة ومؤلمة لهذا الشعب علينا ان نقف امامها ونفندها بمنتهى الدقة، ونعرض على الشعب الحقيقة، لان هذا الشعب يستحق منا ان نعرض. وهو طول عمره هذا الشعب قاعد ينادينا ورانا الحقيقة، ما تكذبوش علينا، احنا مستعدين نتحمل اي شيء بس بالحقيقة. هنا يبقى فيصل كل الاجتهادات الحقيقة. اذا يجب على المستشار هشام جنينة ان يقدم كل ما يؤيد رأيه، وعلى اللجنة ان تقدم كل ما ويعرض على مجلس النواب، ومجلس النواب يقرر بتقرير منفصل هذه الحقيقة ما مدى تأثيرها سلبا أم إيجابا. يا سيادة النائب، أولا تقرير اللجنة قال أنه كل ما طرحه هشام جنينة في التقرير، طبعا غير أنه جاب من 23 لحد النهاردة، وقال لك في سنة 2015 كله، يعني جاب بقول لحضرتك من 23 لحد الوقت، وقال لك كله ده حصل 23، أنه كل ما طرحه يا إما تم إحالته للنيابة الإدارية واتخذ فيه إجراء، أو للنيابة العامة واتخذ فيه إجراء، وفي قضايا راحت المحاكم، في ناس خدوا إدانة وناس خدوا براءة، إذا كل ما أشار إليه اتخذ فيه إجراءات قانونية بالفعل، فما الداعي لإطلاق هذه الاتهامات وهذه الأرقام طالما تم الفصل فيها؟ لو سيادتك وجهت الكلام ده للمستشار هشام جنينة هيقول لسيادتك هذا الكلام اتخذ فيه إجراءات، لكن أين هذه الأموال؟ أيوه هو اللي هيقول كده. اذا انا اقر حقيقة ان هذه الفلوس نهبت، ولكن اين الاجراء الذي يرجع هذه الفلوس؟ مين اين الاجراء اللي رجع حقوق الناس؟ سمعنا من اول يناير لغاية النهاردة عن فساد ونهب وبيع قطاع عام وبيع قطاع الشعب دفع دمه فيه، والاخر لقينا ان كل الكلام ده فعلا سرقة بالمليارات. لما نيجي نقدرها هنلاقيها فلوس كتير ضاعت.
انا عايز حد يقول لي كيف تم استرداد هذه الفلوس، والا تبقى ضاعت ضاعت.